من الحاجات اللي خلات الشعب خرج في صورة اللي شفناها اليوم والجمعات الماضية مثلا البكاء تعالى، ماشي الهضرة اللي هضرها أكثر من الدمعة اللي طاحت من عينه. هاديك مدت قالت كاع واش كنا نخمو، كل واحد كان يخممها في قلبه مع دارهم. سيتي دي جروب حاجة تعالى، وبزاف حوايج كيما تعالى صراو خلاونا اجتمعت وخرجت للشارع ومدت هذا الكلام. اخويا سي ان غون بليزير كيهضر، والحاره اللي شفناها فريمون كي شفتو انا بيرسونال طاحت لي الدمعه، ماشي غير انا بليزيور بيرسون شافوه طاحت لهم كامل الدمعه، ولا غير الله يبارك. سي ان غون بليزير، هذا يخرج راجل، هذا يزيد ليها مات برك والله، انت فري راجل يا والله يا ما يخافش كدا، عنده ذاك الكوراج باللي انا قلتها وصح ويحيى. خلاص بلادنا قاعد تحلبونا يا اخو، حق ربي قاعد تحلبونا. انا كي تشوف تصريح طفل صغير تاع 6 سنين ولا 7 سنين في عمره يؤثر المستوى السياسي على المستوى الوطني والعالمي، فريمون تشجع الاطفال الصغار في جميع المستويات. وطفل صغير هذا مادام رانا نهضروا على ريونيون ناسيونال، حنا اون لو بروبوز باش يروح يهضر ريبريزونت سون كارتي ريبريزونت لي جون فون. لازم الشعب اللي يخير، الشعب هو السلطه، ما كانش وي وي يا ويحيى دائما في سوريا. موطني موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيل.